السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا أخي الكريم اللي غير مشترك معي في القناة أتمنى منك الاشتراك، والمشترك معي في القناة أتمنى منك دعم القناة أخي الكريم، ونبدأ نتكلم عن السيارة اللي هي قدامنا. طبعا أخواني الكرام أعتذر عنكم عن الانقطاع في الفترة الماضية، ما في سيارات جديدة، لكن اليوم الحمد لله حصلت سيارة أصورها لكم ما قد صورتها لكم، فشوي سيارة غاضتني نوعا ما، لكن حنتكلم عنها وبشكل سريع ومختصر. معنا اليوم تويوتا كورولا 2016 سبورت، وارد عبد اللطيف جميل. طبعا اسم سبورت اسم على غير فعل او شكل على غير فعل، فقط ديزاين، لا محركات ولا اي شيء رياضي في السيارة غير الشكل. ناخذ جولة سريعة على السيارة. هذه السيارة من المواجهة، اعتذر لكم المكان نوعا ما ضيق، لكن الحمد لله العدسة مساعدتنا نصور السيارة. نتكلم عن مواصفات السيارة، المحرك والجير. اول شيء محرك 1600 سي سي، جير اوتوماتيك، 7 سرعات، سي في تي، طبعا نظام الدفع فهو دفع امامي. السيارة مواصفاتها الخارجية زي ما تشوفون سيارة بودي كت رياضي، عندكم انوار LED زي ما انتم ملاحظين، انوار نهارية طبعا في الصدام، زي ما تشوفون الصدام برضو الامامي، والشبكة عندكم شبك مختلف رياضي، عندكم الصدام حاطين في زي ديكور الكاربو فيبر. اي شيء في السيارة اسود من الزيادات هذه كلها معطينها شكل كاربو فيبر. بالنسبة للجنوط فهي جنوط ألمنيوم مقاس 16 انش، طبعا لون اسود، وهذا شيء مميز يعني مميزينها عن غيرها. اشارات في المراية، مقابض ابواب كروم، زيج اسود جانبي، طبعا الاسود هذا برضو شكله زي الكاربو فيبر زي ما انتم ملاحظين. هذه السيارة من الخلف طبعا فيها جناح، انوار LED خلفية، خلينا نصورها لكم، نولع لكم النور. انوار LED زي ما انتم شايفين انها تطعيم رياضي، الشمعات عفوا اسطبات الخلفيه مختلفه عن الفئات الثانيه، قلنا لكم جناح، قلنا لكم انوار LED. ندخل الى السياره، وقبل كل شيء نصور معلومات اقتصاد الوقود. طبعا تويوتا كورولا سيدان دفع ثنائي 1600 سي سي، يعني 4 سلندر، 1.6 لتر، في كل لتر بنزين يمشيك 17 كيلو 800 متر. تقييم السياره ممتاز. السيارة طبعا يا اخوان الكرام دخول ذكي، بمجرد انك تمسك الباب زي كذا او تلمسه السيارة تفتح، تبغى تسكر تضغط الزر هذا وتسكر معك على طول. هذه السيارة من الداخل نصور لكم مفاتيحها، زي ما تشوفون عندكم مفاتيحها، طبعا اغلاق، فتح الشنطة، جهاز انذار. هذه السيارة طبعا زجاج كهربائي مع مراية كهربائية بخاصية الطي. بسم الله، عندكم زي ما قلنا لكم زجاج كهربائي، مراية كهربائية بخاصية الطي، عندكم تحكم دركسون بالنظام الصوتي، بالإضافة إلى تحكم في عداد الرحلات. طبعا دركسون جلد، مطرز جلد يعني خياط جلد. عندكم شاشة معلومات، للأسف بدون كاميرا، بدون نيفيجيشن، الشاشة مضافة طبعا، ما هي شد المصنع، البعض يظن أنها من الوكالة نفسها، في فرق صراحة. في يوم نقول وكالة يعني تركيب الوكيل، وفي يوم نقول وكالة في ناس تقصد المصنع، لا ما هي بشد مصنع، هذه شد الوكيل نفسه عبد اللطيف جميل. والدليل هذه هي، هذا الكتيب تويوتا ومسجل من تحت عبد اللطيف جميل، هذه الشاشة حقتها. الشاشة الأصلية اخواني الكرام او اي قطعة في السيارة الأصلية طبعا تكون هنا موجودة، يعني تدخل تلقى المعلومات حقت الشاشة الأصلية موجودة هنا. السيارة فيها بلوتوث لكن عن طريق الشاشة هذه، للأسف ما في هنا بلوتوث. قد صورت لكم كورولا برايمي كان فيها بلوتوث، زي إذا تتذكرون إن فيها بلوتوث، وهي أقل من هذه مواصفات. كيف يعني بلوتوث؟ بلوتوث جاي من المصنع اللي يجيك في الدركسون نفسه، أما هنا لا ما في، هنا جاي في الشاشة نفسها، الرد يكون عن طريق الشاشة. طبعا مكيف يدوي ما هو مكيف لمس، عندكم مدخل الـ HD هنا حق الـ اذا تبغى تشبك شيء على الشاشه هذه، يعني تبغى تشبك لك جوال ولا شيء. عموما عندكم برضو هنا زي ما تشوفون شاحن لاسلكي، ميزه حلوه صراحه، احلى شيء بالسياره يعني المواصفات هذه. عندكم منفذ USB هنا زي ما تشوفون، والاي يو اكس هنا موجود برضو،
طبعا الجير اوتوماتيك بسبع سرعات، قلنا لكم سي في تي، هذه هي سبع سرعات. جير سي في تي يعطي السياره صراحه، في ناس تضايق منها نوعا ما عشان حنا واحده، لكن يعطي السياره اقتصاد بنزين اكثر، ويعطي في ناس يقولون يعطيها تسارع افضل، يعني يخلي الضغط على مثلا خلاص اعلى شيء والعداد يمشي بسرعه واحده. لاحظتها صراحه في الاكسنت، عجبتني يعني نوعا ما. نرجع للسيارة حقتنا اللي هي كورولا سبورت، قلنا لكم سيارة زجاج كهربائي، مرايا كهربائية. طبعا السيارة فيها سنتر لوك تتحكم فيه عن طريق الراكب وعن طريق السائق. هنا الراكب موجود، مقاعد قماش زي ما انتم شايفين، رصاصي مع الأسود معطيها نوعا ما شكل رياضي. هذه السيارة من الخلف فيها تكاية بالنص، للأسف ما فيها فتحات تكييف خلفية، وهذا شيء سلبي جدا في السيارة. سعر السيارة تقريبا 60,000 ريال، واللي يحب دائما يدقق في الأسعار حقت معرض عماد الدين يقدر يدخل على موقع عماد الدين للسيارات، موجود الرابط تحت عندكم، موجود عندكم برضو روابط التطبيق. اللي يحب يتابع أسعار السيارات التطبيق أفضل من الموقع، لأن التطبيق يجيك تنبيه على طول بتعديل أي سيارة أو أي سيارة ننزلها جديد، تبغى أي شيء التطبيق موجود على الآيفون وعلى الأندرويد، تحت موجود في الرابط. طبعا نجي للشماسات، شماسات الكورولا. أنا تفاجأت صراحة أنه ما في لمبات، مجرد كذا شماسة تشوف المراية وخلاص، لا للراكب ولا للسائق، صراحة الشيء سلبي. هذه هنا موجود، معلش الإنارة شوي تعبانة عندي، لكن هذه موجودة زي ما تشوفون، إنارة عادية بيدك تتحكم فيها حقت السقف. في هنا برضو هنا تقدر تخليها اوتوماتيك بمجرد فتح الباب، تفتح معك بمجرد الباب تسكر في الوسط، في الوسط هنا. طبعا هذه التكاية السيارة الموجود فيها، هذه التكاية طبعا فيها درج ثاني، خلينا نصورك من الدرج الثاني، هذا هو موجود. بيت لنا نظارة ما في حاجة سلبية. زي ما قلنا لكم سعر السيارة في حدود 60,000 ريال. السيارة صراحة 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 يعني 60,000 ريال، ترى على فكرة هذا بعد العرض وبعد الخصومات عشان تصفية السنة، بعد سعر السيارة أساسا في حدود 69,000 ريال أو 70,000 ريال، سعر مبالغ فيه جدا. الناس يقول لك والله ياباني ياباني، لا السيارة يا حبيبي ما هي ياباني، سيارة ياباني تجميع تايوان. السيارة للأسف يفقدها كثير مواصفات، السيارة يعني حتى محركها صغير، السيارة كذا يعني في ناس يعني بالنسبة للمنافسين حقتها، يعني تكلم مثلا منافسين اللي هونداي، عندكم الكيا، عندكم النيسان، كل أبوه هذول لهم منافسين، هذه الفئة خاصة لها منافسين من كل الشركات. عندكم حتى المنافسها الياباني اللي هو السيفيك، هوندا سيفيك. فبرضه صراحة بين هذه السيارة لسه كلاسيكية يعني ستاندر، إلى الآن هذه السيارة ما تطورت بالنسبة للمنافسين الثانيات، والسعر مبالغ فيه جدا على عبرة غيرها. لا شكل الأمانة، لا شكل جميل على عبرة غيرها، لا مواصفات فخمة ولا أي شيء. يعني موجود الكورولا اللي أفخم منها، اللي بنقول فخمة فخمة، اللي هي الجي ال اي 2000 سي سي، حدود ال 78,000 ريال قيمتها في الوكالة، سعر مبالغ فيه جدا. يوم نقارنها صراحة الأمانة، ناخذ كيا، ناخذ كيا سيراتو، كيا سيراتو فيها مواصفات أعلى من هذه صراحة، ال 1600 سي سي أعلى من هذه بكثير، كل ما تحق تنقال ما تتعدى ال 50,000 ريال. 2017 طبعا، 2016 يعني أقل من هذه شوي مواصفات، في حدود ال 36,500 على الكيا مثلا. أتكلم عن الألانترا، إذا نبغى نقارنها بالألانترا، وين الألانترا أعلى من مواصفات هذه و 2000 سي سي، و 2017 في حدود 52,000 ريال. ففي يقول لك يا اخي جوده وافضل، يا اخي معلش اعطيني سعر مرتفع، تكلمنا عن الجوده اعطيني سعر مرتفع بس اعطيني مواصفات. اما ستاندر ما في اي شيء، ما في اي شيء مفيد يعني في السياره، غير صراحه كلمه حق تنقال في الكورولا انه مكيفه هو الافضل بس، فقط لا غير، شيء ثاني ما في. فصراحه شيء حطم نفسيا كذا. أدري إني طولت عليكم وغثيتكم شوي، لكن صراحة السيارة شو يعني، أنا يوم شفتها للأمان سبورت قلت بس، طبعا أول ما نزلت وأنا داري من زمان إن داري إنها خرطي، الألف كلمة سبورت، أنا توقعتها تكون 2000 سي سي مثلا أو 2400، بقالوا 1600 توقعتها، تفاجأت بس توقعتها توين تيربو، للأسف طلع بس كلمة سبورت. يعني زي ما تقول معليش، في ناس ممكن تجم السيارة لكن على قولتهم ذوق أبو فلبة، خلاص ان اكسسوارات رياضيه وسياره خرطي، لا ماكينه لا عزم ولا
اي شيء، حتى ال 2000 سي سي ممكن، انا توقعت برضه يكون في منها 2000 سي سي عادي سبورت يعني، ممكن 2000 سي سي، طلعت بس على الفئة ال 1600 سي سي، والاسباب الله اعلم بها. انا داري طولت حيل حيل اخواني الكرام، واعتذر عن تاخيري بالمقاطع الفيديو، لكن صراحه مقهور، وصراحه اعتذر منكم. ترى الكاميرا اليوم جبتها فيها كثير اهتزازات، بس حبيت اصور فيها لان عدستها واسعه شوي ونقدر ناخذ راحتنا في التصوير. شوف من الداخل كيف مصور. اذا حبيتوا العدسه هذه للامانه بصور فيها دايم. طبعا متابعيني هم اللي بيتحملون، متابعيني يعني اللي يحبوني هم بيتحملون يكونون معي الى هذه اللحظه. فزي ما قلنا لكم، اذا عجبتكم التصوير في الكاميرا هذه علموني. فخلينا برضو الحين ما دام خلصنا الفيديو نصور لكم محرك السياره، محرك السياره والشنطه. صحيح قبل لا نخلص نتكلم عن مواصفات الاشياء المهمه اللي هي مواصفات الامن والسلامه. فرامل اي بي اس، عدد 2 ايرباك، عدد 5 احزمه امان. خليني اتاكد كم ايرباك، بسم الله دقائق. لا عدد 2 ايرباك ما هي 3 ايرباك، لان من هنا بعض الاحيان يكون في ايرباك لكن هنا ما هو موجود. نرجع الى الشنطه والمحرك. اول شيء شوفوا التصوير اخواني الكرام، يعجبكم ولا لا؟ يعني تخيلوا مكان قريب انا من السياره، معطيتكم بعد يعني كانها بعيده حيل عني. اذا عجبتكم العدسه هذه بصور لكم فيها على طول، بس مشكلتها ما في مانع اهتزاز. عموما الشنطه هذه زي ما تشوفون شنطة السيارة. طبعا شوف السبير هل هو جنط؟ اي والله جنط. طبعا في لمبة في الجناح. وهذا هو محرك الكورولا، محرك كبير بس اخر شيء 1600 سي سي، صراحة حرام. عموما اخواني الكرام اتمنى عجبكم الفيديو، واعذروني على الانقطاع الطويل، ما في سيارات جديدة صراحة زي ما قلت لكم، ولا تنسون دعم قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله.